اي دكتور كان في الجهه. وقتاش جيت في اي قسم خدمت؟ من هو مدير المستشفى وقتها؟ كان مدير جوله الصحه، تعرف ساعتها الاداره الجويه تقول لي الشخص الشخص. التعيين كان مباشره بعد عام الميليتير، فهمتني؟ كان معناها جيت هنا لقبلي بطلب مني بالطبيعه. وكما ذكرت سابقا كنا نعتبر جيلنا او على الاقل بعض من جيلنا كنا نعتبر ان كون الطب لا يكون الا في المستشفى، وهذا راهو توا افيك لو ريكول خطا، ولكن هذيك هي وضعيتنا احنا توا. ونعتبر ان كون الطب والمال، الطب معناها تداوي واحد ويعطيك فلوس، هي عملية أقل ما يقال فيها أنها فيها كثير من الإحراج وفيها كثير من معناها جانب غير إنساني. ولذلك من أول مرة معناها نعرف اللي كوني باش نمشي لقطاع العام، رغم اللي كونها وقتها ما ثم حتى طبيب. وقت جيت أنا ما ثم حتى طبيب معناها مرتكز أو متركز في القطاع الخاص. ومعناها لا أن لست نادما على ذلك، قمت بدوري أنا برغبة بطلب برغبة. بلادك عطاتك في عجلة ممتاز. عام 80 هذا عام 80 في نوفمبر 80 5 نوفمبر 80. شكون كان مدير المستشفى؟ لا ما كانش عندنا، كان عندنا إدارة هنا لأن مستشفى فهمتني محلي كان فيه معناها إدارة. دونك فيه كان الإيكونوم المتصرف السياسي يعقوب الله يذكره بالخير، في الإدارة كان سي محمد بن نصر الله يرحمه وربي يبرد كراه، فهمتني، وسي عم الطاهر من الشعر، هذوما ستونونتين ادمنستراتيف ماهيش إدارة. الإدارة كانت في جابس، كان أول مدير في بالي سي عبد الرحمن بن سالم. وبعدها مباشرة سي حامد بن سالم. ليش أطباء من الجهة هنا قبلك؟ لا من الجهة ما أول طبيب من الجهة اللهم في بالي سي بالقاسم جاء قبلي عمل كذا، أنه في الكورسيس بتاعنا في التكوين بتاعنا كنا نعمله 6 شهور بتاع معناها يسموه طب وقائي. الطب الوقائي هذا يبعث الطب للاماكن الداخليه، وفي بالي سي بالقاسم جاء خدام هنا 6 شهور في الاطار هذا. دكتور كيف وجدت مستشفى قبلي في ذلك الوقت من حيث الاطباء الاقسام؟ قسم الاستشاري مثلا وين كان؟ السبيطار القديم هو بعد فرنسا هو السبيطار القديم. ايه السبيطار القديم في كان في انا وقت جيت للقسم الاستعجالي في العيادات الخارجيه توا نتاع معناها مش العيادات الخارجيه في ديسبونسير في ديسبونسير لوطاني. وكان فيه معناها في البنيه القديمه بيان سور كان فيه قسم نساء وقسم معناها قسم نساء اقصد توليد، وكان فيه قسم معناها طب ورجال، فيه معناها قسم اشعه، فيه اله معناها ثابته يسموها دونك راديو فيكس توريك فهمتي تصويره نتاع دم ولا توريك تصويره نتاع ستر وكيف. التحاليل معناها حاجات صغيرة بكل، تعرف في البداية راهي كانت الأمور صعيبة، كانت الأمور صعيبة على الناس الكل، وكان فهمتني معناها الإنسان والحق حتى المواطن يتفهم الشيء هذا، وفهمتني لأنها معناها ربما حتى معناها الواقع يفرض على المواطن باش يقبل حاجات اللي هي توا ما يقبلهاش، كان جا توا فهمتني ما يقبلهاش، وكيف كيف فهمتني زاد العون وقت اللي معناها في اصدار الخدمات نتاعها كانت عندها ظروف معناها صعبه. كنا فهمتني في قبلي معناها 3 اطباء في بالي اذا كان ما خلتنيش الذاكره، انا ودكتور باف فهمتني من بولونيا، وكان دكتور فلسطيني لبناني لا اله الا الله محمد رسول الله نسيت اسمه في بالي غازي دكتور غازي فهمتني. كنا 3 معناها نعملوا في الحراسه معناها في الكارد معناها بالطبيعه 24 على 24 ساعه، كي يخرج واحد منا في اجازه نبقوا 2 برك للمستوصفات وللاستعجالي وللاقسام.
معناها كانت كان عناء معناها كبير. انا معناها ميسالش للذكرى وبرا معناها في المده هذيك راك صعيب باش تفطر بدون يقصوا عليك فطورك، ومعناها مش مبالغه معناها فهمتني هذا شيء. وكنا معناها خاصة في الصيف وقت اللي يبقوا زوجة بركة جربنا كل الطرق فهمتني، نهار بنهار لقينا الإنسان لا ارتاح لا خدم، واللي نعمل جمعة بجمعة جمعة بجمعة، نهار الاثنين نبداو من بداية نهار الاثنين، نهار الاثنين والثلاث تتعدى لاباس، الأربعاء والخميس أخلاقك ولا تفسد، الجمعة والسبت أخلاقك فاسدة. معناها وأنا نتذكر معناها بعض المواقف اللي بعد افيك لو ريكول وكيف نرجع وكل كيفاش انا فهمتني الجراحه ما فماش الجراحه ما فماش تبعث الجبس تبعث تبعثوا الجبس تبعثوا الجبس وكيف كيف التوليد به. وقتاش بديت رئيس مصر على الجهويه؟ رئيس على الصعيد الاساسي في بالي عام 84 في بالي عام 84 في الـ في الـ كان تسمح ثم حادثة معناها فهمتني توا معناها الإنسان ما يصدقهاش ولكن ذلك ما وقع فهمتني. نذكر نهار جمعة ثم زوج مستوصفات حلوا مع بعضهم تحلوا جدد مستوصف تاع سعيد، وإذا كان ما خلتنيش الذاكرة في بالي بن محمد ولا كلوامن ولا حاجة كيما هكا، مشيت لهم أنا باش نعدي ما بيناتهم زوج 170 مريض 170 مريض. انا ناكد اللي كون الواحد اذا كان باش يعد بركه واحد اثنين حتى ال 170 يعني فما بالك باش يشوفهم ويفحصهم ويعدي عليهم فرد نهار صحيح كملنا الخمسه العشر نتاع العشيه معناها. وتعرف اللي كون وقت اللي يحل مستوصف الناس كل تجي مع بعضها وما تنجمش تقول لا واحد، دونك الظروف اللي خدمنا فيها غير الظروف الحاليه. الفترة هذيك دكتور وقت اللي بديت رئيس مصر الجهوية الوضع الصحي في دوز هو جو أطباء فلسطينيين. جو أطباء فلسطينيين. طيب. جا سي دكتور خليل يظلي. دكتور خليل، دكتور مصدق. 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 كيفاش كان الوضع في دوز؟ شوف كانت ما نقولش ميديسين دو غير ولكن كانت أساسا الحالات الاستعجالية كان يحاولوا معناها الاطباء هذوك نشكرهم قاموا بدورهم على ما معناها معناها ممكن باش يقوموا به. كان حتى المواطن وكان حتى الممرض فهمتني يساهم، ولكن جاد الكريم بما عنده. صحيح. باهي دكتور في 86 غدا في الجهه سافرت لبلجيكا لما وصلت الدراسه في اي مجال وقداش بقيت في بلجيكا؟ هي ما نجموش نعتبروهم وسط الدراسه ولكن نوع من التكوين المستمر. هي بقيت عام باش وزاره الصحه كانت وقتها تحب الاطباء المتمركزين في المناطق الداخليه تحب تعطيهم تكوين في ميدان الصحه العمومي، ولان المدرسه بتاع انفيرس هذه كانت عندها صيت عالمي في تكوين الاطباء في ميدان الصحه العمومي. يقول الانسان ماش معناها ميدان الصحه العمومي؟ ميدان الصحة العمومية هو مثال أمام إمكانيات محدودة بشرية ومادية وأمام طلبات معناها موضوعية فهمتني لي معناها في ميدان معين كيفاش يمكن تتحدى، كيفاش تعمل الأولويات، كيفاش تقدم فهمتني ربما الموضوع هذا على الموضوع الآخر، كيفاش معناها تتصرف في إطار بشري محدود معناها العدد ومحدود الإمكانية. هذا كنت كونت فيه؟ هذا كنت كونت فيه. تجربة كبيرة. تجربة كبيرة. عام 90 رجعت. أنت بقيت عام قلت لي بقيت في أي عام؟ أي. ست عام 87. 87. أي. تم تعيينك مدير جهة الصحة بيك بلي. أي عام 90. هذيك عام 90. يظهر عام 90. رجعت للخدمة وبعد. رجعت للخدمة عامين وبعد رجعت للوحدة. كان مدير جهة الصحة؟ كنت تنتظر الساعة في هذا التعيين؟ كيفاش تلقيت هذا التعيين؟ وأول حاجة ركزت عليها خاصة لي تركيز الإدارة الجهوية. لا ننتظر هذا التعيين بكل صراحة، منتظرة علاش؟ على خاطر معناها
معناها والعقول هذا معناها ليس من باب التبجح ولا من باب التباهي، معناها عرض علي هذا المركز قبل ذلك كثير من المرات ورفضت. عرضت علي سيدي بوزيد، عرضت علي طوزة، فهمتني، وكنت في كل مرة أرفضه مسؤولية، أرفضه المسؤولية، معناها أنا مانيش من الناس اللي يحبوا المسؤولية برشا. ونتذكر واحد كلمني من الوزارة قال لي تعرفش كيفاش توا رانا مانيش باش نشاوروك، معناها وقت اللي قرروا فهمتني أحداث إدارة جهوية في البلد، قال لي المرة هذه مانيش باش نشاوروك، نعلموا فيك برك. ومعناها كلمني كما هكايا ربما حتى يستحثني، قال لي يا مخير تخوى أنت ولا يجي واحد سمح لي في الكلمة فهمتني وكان من الأمر كما هكاكا معناها. علاش ركزتوا إذا رجعوا لك ترصد الشيء هي مع التكوين اللي خذيناه مع في التسعينات، وقتها كانت وزارة الصحة متوجهة إلى معناها حل الإشكاليات اللي كنت نحكي لك عليها نتاع نقص الإطار نتاع فهمتني عدم التكوين نتاع كذا. وقتها كانت محاولة لإيجاد الحلول للشيء هذا. نعطيك مثال فهمتني، في القوبل معناها القوبل كان العدد نتاعهم معناها ناقص بدرجة اللي كونه مش لا يفي بالحاجة برا، معناها كان العدد نتاعهم بدرجة اللي كونه لا يؤمن معناها سلامة النساء الحوام سواء كان في المتابعة أو سواء كان داخل الأقسام، داخل الأقسام التوليد داخل المستشفيات. ولذلك بالتنسيق مع الوزارة هذا مش برنامج نتاع الإدارة الجهوية، هذا برنامج وزاري، وقع أحداث ما يسمى بالممرضات القابلات. ياخذوا ممرضات فهمتوا كونوهم مدة صغيرة لمدة تقريبا 4-5 شهور، يعطوهم الحاجات الأساسية لمراقبة المرأة الحامل والحاجات الأساسية لتوليد المرأة. وكان عندهم معناها دور كبير معناها في الإطار هذا. سي دكتور، في إطار الطلبات هذه والرغبات تاع الجهة، كانت الوزارة تستجيب ولا كنتوا تفكوا في القيد؟ شوف معناها منا ومنا، معناها الحق معناها وقت الإنسان يقدم ملف مقنع معناها الوزارة ما تنجمش تقول لك لا. الإشكال فاش؟ الإشكال كيما كنا نحكوا في الأولويات، معناها إذا كان احنا على نطاق ولاية عندنا أولوياتنا فما بالك بوزارة الصحة. صحيح. زاد ما ننسوش اللي كونه فهمتني وزارة الصحة فهمتني ربما كان فيها جهات أكيد مش ربما كانت محظوظة أكثر من غيرها. لعدة اعتبارات، وقتها يقولوا لنا اللي كونها على خاطر العدد نتاع المواطنين اقل بكثير من العدد مثلا في قبلية ما نجموش نقارنوه بصفاقس ولا ما نجموش نقارنوه بسوسة، ولكن فهمتني ثم الحد ادنى فهمتني. نخرجوا عن الموضوع شوية، انا فهمتني وقت اللي خدمت في تطاوين زميلنا في سونيت في الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه يحكي لي مرة قال لي باش يعملوا ماكينة فهمتني باش يشروا ماكينة في للجهات، قال لي متنين فيها ماكينة فهمتني، قالوا فهمتني باش نزيدوا ماكينة ثانية وتطاوين ما فيهاش. قال لي زيد سكر، قلت له ماذا خبر اش معناها ولاية فيها ولاية ما فيهاش، قال لي سكتوا عليه. وبعد جاني مدير الديوان قال لي شوف ما تتغشش برشا، راهو استهلاك جربة أكثر من استهلاك ولاية التطاوين في الماء. فهمتني هذا معطى موضوعي. موضوع صحيح. ولكن لا معناها معناها هيك معناها يخفي اللي كونه زاد يا أخي معناها الناس هذوما عندهم الحق في الصحة وعندهم الحق في حد أدنى من الصحة. صحيح. باهي دكتور، في الأثناء تم ترقيتك إلى طبيب متفقد، متفقد جهوي ثم طبيب متفقد مركزي. شنو هي الخطة هذه؟ شنو هي الرتبة هذه؟ وماذا تخول؟ أوكي. لا هي معناها تسلسل نجم نعتبروه إداري. هي معناها محاولة تشجيع الناس اللي ربما عندهم معناها مسؤوليات لأنهم فهمتني واحد، ولكن هي ضرورية. هي معناها في الأصل معناها حتى تخول لك أنت باش تتفقد أي حد بدون ما يجي حد يقول لك يا خويا مش دخلك أنت. صح.
معناها لانك انت عندك الرتبه تاع طبيب متفقد مركزي ولا جهه ميديكال، فهمت؟ معناها على كل حال من بين ظفرين جزئيه معناها، ولكن هي تخول لك انت باش تتفقد، فهمتني؟ مثال، نعطيك مثال معناها اللي هي الحاجات ربما ماهيش موجوده عندنا هنا برشا، اما في المصحات واحد ينجم يجيك اذا كان تدخل انت كمدير جهه باش تثبت من حاجه، ينجم مدير المصحه يقول لك اخويا بلا صفه تفقد صفه. دكتور، قبل ما نجول للتجهيزات الصحيه والمستشفى الجهوي، نحب نرجع بك التالي شويه للتاريخ. عندكش فكره دكتور عن الوضع الصحي بجهه قبلي قديما وتاريخيا، وانت من الجهه المواكبه للقطاع الصحي وباقي الشباب؟ عندنا ما نخبيش عليك، لقينا فهمتني بعض الملفات في معناها في الارشيف في السبيطار، بطبيعه قديما كانت هي زون ميليتير شادينها فهمتني الفرنسيس، وكان عندهم فهمتني تبة، وكانت عندهم بعض الارشيفات اللي في الواقع معناها كي يقراها الانسان معناها يبهت نوعا ما، لانهم يعطوا فيها في دقائق الدقائق فهمتني على الوضع، يعطوا فيها في دقائق الدقائق على فهمتني مثلا هذه الحالات الاستعجاليه كيفاش يجيهم وكيفاش كذا معناها. ولكن المركز الوحيد اللي كان حسب علمي هو المركز هنا معناها السبيطار القديم، وداير هو معروف معناها حتى البني تاع بني فهمتني بني فرنسا، وكانوا يقومون ب فهمتني الحق ما نجمش نصور فيها، ما اكيد مش نصور فيها بي بركه يخدم فهمتني على دوموند، وهو راهو شوف بدايه الاستقلال تونس معناها قامت ببعض معناها العمليات الجريئه اللي راهو توا يمكن الاجيال هذه ما عندهاش عليها فكره كبيره. راهي ثم مرض الملاريا الباليديزم كان موجود في تونس، وقع الاستقصاء بتاعه تنحى بمجهود وزاره الصحه، وتنحى بمجهود العمله اللي كانوا يخدموا فيه، كانوا فهمتني انا نعرف فهمتني ممرض في نويل الله يكون خير، فهمتني كان يسمو فيه ممرض السخانه، فربي السخانه، لانه كان يدور مده مش عارف قداش من عام يجي يا ناس عندكم شي سخانه، لان العلامه الاساسيه نتاع الباليديزم نتاع هما المشتقعات هذه الملاريا هي السخانه. كانت الناس معناها هزت معناها ممرضين وعملاء تابعين لوزاره الصحه هزوا على ظهورهم ماكينات باش يرشوا الدواء على الناموس اللي هو ناقل للطفيلي هذا. كانت معناها معناها مجهود قاموا به معناها لما حال تو المواطن يقول لك فات وما فات، ولكن فات بمجهود معناها معين. كيف 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 هما البيلارجيوز البيلاريسيا، فهمتني؟ انا حضرت فهمتني في نويل وفي غير نويل، كنا فهمتني احنا صغار هذاك المتنفس الوحيد نعوموا فك الماء هذاك في الصيف، وهو ماء فيه ناقل معناها فيه بعض القوقعيات معناها فهمتني بابوش ناقل لمرض بالهريسيا معناها هذه معناها اللي تجي في الجهاز فهمتني البولي. وكانت معناها جيلي انا يعرفوا لكون كثير من الناس كانت علامه عاديه باش الطفل ولا الطفله يخرج الدم في البول بتاعه، معناها كذلك كيف كيف نعطيك معناها معلومه وقتها بالتنسيق بالطبيعه مع المنظمه العالميه للصحه وزاره الصحه استوردت حوت يسموه الكارب من بلد اسكندنافي والله ما في بالي النرويج ولا حاجه كيما كاي، هذا حطته في العين نتاع الويل ليش؟ باش ياكل الببوش هذاك، واحنا صغار شفناه الحوت الكل كثير من المواطنين في الويل يذكروه، ودايور جاء المعهد هذاك نتاع العلوم البحار نتاع سلامبو وهز من كعبات فهمتني باش يحافظ عليهم، فهمتني معناها ثم مجهودات وقعت معناها يعني نقاش فيها السنوات الاخيره الثمانينات في اي معناها لا نقاش فيها المرض فهمتني الرمد التراكو فهمتني
كانت الناس فرديه تمشي معناها يحط فهمتني في جيبه الدواء ويدور على الناس يداوي فيهم. كانت معناها وزاره الصحه قررت فهمتني باش البوماد اللي كانت الاوكسيد تراسيكلين تاع العينين تبيعها عند الجمرك العطار صحيح فهمتني. وتقريبا اذا كان ما خلاتيش الذاكره ب 25 فرنك ولا حاجه كيما كان. معناها هذه كلها مجهودات اللي معناها قامت بها الوزاره لاستئصال كثير من الاوبئه اللي هذا دكتور من التاريخ الى جانب التلقيح اجباري التلقيح الى جانب التاريخ الى جانب التلقيح اجباري الى معناها اجباريه التلقيح. وكانوا فهمتني كيف كيف معناها فرمليه يتنقلوا بالطبيعه كانت وزاره الصحه ما عندهاش امكانيه تاع الكراهه وما عندهاش امكانيه كانوا يتنقلوا على الاحمره على الباين باش يلقح باش يلقح. صحيح ان كونها ظروف ربما من الناحيه الفنيه معناها مهازه في ظروف ما هيش واحد ولكن قاموا بمجهود مجهود كبير فهمتني. بالنسبه للعيادات دكتور الفيدوس كان مره في الاسبوع وقد يتاخر ساعات اكثر من اسبوع. اي كانت مره في الاسبوع كانت مره في الاسبوع. انا نتذكر فهمتني معناها في بالي اذا كان ما خانتنيش الذاكره في 84 83 حاجه كيما هكا فهمتي. نهار سبت 4 اوت رمضان ونهار سخون 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 وقتها سي مصدق يخدم في تونس وانا نخدم في قبلي. مع العشره نتاع الصباح كلمونا راهو سي مصدق مريض ما نجمش يعدي عليهم والناس تستنى. مشيت انا في جمال السلاعي وقتها يخدم هنا الله يذكره بالخير فهمتني. عندنا كاميونه مش كاميونه كات كات هاك الدوكارو كيما اللواج قبل مشينا فيها باش نشوفوا قلنا اذا كان فهمتني ممكن فهمتني معناها نعدوا عليه ممكن وصلنا لدوز مع 11 ولا حاجه كيما كان هذا سخون سخون. نلقوا معناها الناس كل واحد فهمتني سخانه وفهمتني ورمضان واحد كلمني الفرد اللي غادي قال لي راهو الويل كلمونا وقلنا لهم اللي يحب يبقى يستنى يستنى. كلمت جمال قلت له بلاهي نتعدوا على الويل احنا مروحين كان لقينا حد انا حاطين عليه ما لقيناش روحت. الويل زاد كيف كيف ما لقيناش حتى حد ولكن وقتاش وصلنا الويل يمكن نص النهار واش معناها في التنبوك نتاع القايده فهمتني. تعديت انا وياه فهمتني البقعه فيها جابيه اختصنا بحوايجنا من سخانه وصلنا لكليبيه ولا حدا لكليبيه شحنا كل الا معناها البقعه اللي قاعد عليها وانا مازلت فهمتني فيها شويه فهمتني نستعجلوا الامور بيت القصيد طاحت بين الكهرباء والباب في احدى الدور تاع بشلي وكملنا على رجلينا فهمتني. وصلنا على كل حال ديارنا 3 تاع العشيه والواحد كمل نهاره والحمد لله يا ربي وان شاء الله نجح فيه. دكتور المستوصفات نعم الشيء اللي صار شكون وين موجود النويل الصبريه القرعه الفوار قليله 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 جدا والحق هذيك معناها من 85 ل 90 معناها وزاره الصحه عملت مجهود في الاطار هذا معناها لا باس به معناها وخاصة مع انطلاق معناها البرنامج بتاع الرعاية الصحية الأساسية اللي اسمها سونتي بريمير اللي هي تعتمد أساسا على تقريب الخدمات من المواطن وترى اللي كون تقريبا 80% من المشاكل الصحية بتاع المواطنين يمكن حلها أو الأكثر فهمتني يمكن حلها في المستوصفات ومعناها وبالتالي عملت بعض معناها فهمتني الأطر معناها كل معناها تجمع سكني كبير في مستوصف منه وكذا كل تجمع سكني اصغر منه في معناها وعملت تيبولوجيا نتاع المستوصفات. نويل كان في دار قبل نويل كان في دار نويل كان في دار وكان سي علي بالحبيب الله يذكره بالخير الله يرحمه فهمتني وعمي علي بن يوسف فهمتني هما اللي خدموا غادي وكانت علاقتي بهم وقتها انا كتلميذ ولا كطالب في كليه الطب علاقه طيبه جدا معهم. المجهود هذا دكتور كنت تدخل فيه كله عطى ثمره عطى نتيجه كبيره مثلا نسبه تلقيح 100% من جهه
مجهود كبير. لا مجهود كبير. انا قلت لك معناها هنالك راهي قلت لك معناها كثير من الامراض اللي وقعت معناها معناها الاطاحه بها واستئصالا قبل راهو الكوليرا وقبل الفيبر تيفويد كانت معناها حاجات معناها تريكورون معناها نشوفوا فيها معناها بصفه منتظمه معناها كيف ليباتيت المحاله ليباتيت هذا التيفويد السنه جات فهمتني الحق سنوات ما جاتش ولكن فهمتني كان زاد الحسبه كانت الحسبه اي باهي دكتور نشوف دور قصه المستشفى الجهوي الحالي هذا مستشفى قبلي كيفاش جات فكره الجازه وثماش كيفاش انطلق من هو صاحب الفكره صاحب المقترح؟ لا صاحب الفكره هو من مش ما جاش واحد قال هيا نعملوا مستشفى جهوي وما تصورش هو لكن هنالك عوامل كثيره تضافرت اولا لان وزاره الصحه ترى لكون كل ولايه لازم مستشفى جهوي وقبلي اصبحت ولايه اذا كان ما خلتنيش الذاكره في اخر 81 في بدايه 82 دونك اصبح فهمتني من حقها فهمتني باش تقوم بالشيء هذا تضافرت زاد كيف وقتها في المده معناها يمكن بعد عام ولا بعد عامين نسيت الحق بالضبط وقتاش ولا ثلاث سنوات من اللي جات الولايه فهمتني سي حبيب التهامي الله يذكره بالخير مره اخرى شد وزير الصحه تضافرت اللي كونه معناها هنا زاد معناها سواء كان كجهه او سواء كان فهمتني كاطار صحي او غيره فهمتني ولا الانسان يطالب حقه فهمتني اذا كان انت وزاره الصحه قررت ولا اخذت قراراتك اللي كونه راه في كل مستشفى في كل ولايه معناها يلزم مستشفى جهوي معناها اعطي حق الجهه تذكرش دكتور كلفته كلفته تقريبا ما نذكرش بالكدا ولكن حوالي 6 مليارات نذكر فانه هو نفس النوعيه هو مستشفى صدر مقدم جرمه اي نفس وقتاش في بالي حوالي 85 86 دكتور في البدايه المستشفى الجهوي لم يفتح كامل بالكامل الاقسام من كانوا اطباء الجراحه تذكرش الجراحه لا الجراحة كانوا الفريق الصيني الفريق الصيني هو بدا من السبيطار اي من السبيطار القديم اي الموطني اي فريق الصيني اي اما كيفاش كانت الاقسام كل ما ثماش اقسام اخرى مثلا الحالية تو لا ثم وقت كي بدا فمعناها جراحة فيها الفريق الصيني وقسم النساء والتوليد فيها زاد كيف الفريق الصيني و معناها الطب معناها النساء ولا طب معناها قسم النساء وقسم الرجال وبعد في مرحله ثانيه حل قسم طب الاطفال